هاي بدنا نكمل اخرى مره، كل ما نحاول نكمل بزبطش معنا. هسا احنا بنمشي هذا زي ما انتم شايفين بصير واطيه كثير، بدنا ندوبح ان شاء الله التلفون ما يجيش على المي. بس منطقة ضيق معنا، انا بحبش الضيق، بس هي مشية الضيق. سبحان الله. طبعا احنا نبلينا وبدنا نصلي الجمعة، حنصلي واحنا رانخين مي. المنطقة سبحان الله رائعة جدا. وعاد اضوينا هنا خلينا نشوف. يا حي الله بشو. نبدأ فيها نصور. الشيخ مهبل. طبعا هي هنا التشكيلات الكبسية. هذا جميع كبسة. تشكيلات كبسية. زي ما شايفين هيك. بفعل المياه هي عمرها آلاف السنين. في النهاية بتصير شكل هوابط. اطلق معها الفوق هيك. أظن فوق هيك. هاي الصخر البيضة تنزل منها. هذا بيجي الواحد يفكر الجذور. ارجع لي. بس هذا بالجذور. هذا كله تشكيلات كبسية من هناك. هناك شوي شوي. هاي تشكيلات كبسية من جذور خير. تشكيلات كبسية كلياتها. سبحان الله. هذا طلعنا. خليك على المي من هنا. المي عندنا هنا زي ما شايفين. المي هاي بكر قاعد نجرب المي. طبعا اشي رائع جدا المكان. اذا طلعنا خلينا نشوف تشكيلات كبسية. سبحان الله. هاي مكان المي. تشكيلات بنصح الكل والله يجي على المنطقة هيك. بدي احط هسه